شي حق ثلاثة جنيه. الحليب الحليب كبيت الحليب كبيت الحليب. بدل ما تقول سلامتك تقول لي الحليب الحليب. كبيت الحليب على الأسراف على الأسراف أسراف أسراف كبيت الحليب الحمد لله والجب. ما يجي هاشر فلن تريدي. ما بتريقت تريقت. سمعنا أنك عازمنا على العشاء اليوم. الحتات قالوا لك على العشاء، شو كيف فيك انت؟ كان الربع شلتين انت عشر. جاوبك انه مالك نفس تعزمنا. لا يبا مو عن البيت بيتك حياك الله. يلا بس يلا خل نروح مدرسه قبل اطق الجرس. ابو هبال تكفى كلمه. انا ماني قايل لك ما ابي اشوف رقعت وجهك يا القبسه. يا ابو حباش قبسه قبسه مو مشكله بس اسمعني واللي يخليك خليني البس نظارتي عشان ما اشوف وجهك. تفضل. خير. سمعت انك بتبيع البحل وانشكو. انا بشتري يا اخوي انا شراي. رغبتك هذه ما هي اول مره. عندك استعداد تدفع قيمته؟ طبعا لا اكاش دينار ينطح دينار. ايش قلت؟ دينار ينطح دينار؟ طبعا. عيل استريح يا ابو دلال. هي وبعدين يا ابو حباش انا اولى من الغريب. انا يارك. صح صح انت ياري انت اولى. وعلى قولة القايل الجار اولى من الدار. رحم الله والديك. زين الحين ما قلت لي بكم تبي تبيع؟ 50,000 دينار. الله الله 50,000. أنا ما خصبتك وقلت لك تعال اشتري المحل. أنت اللي جاي ترجاني تدفع 50,000 دينار. أطلع من الحين وأترك لك المحل. اسمع يا أبو حباش خلك من القشمرة. يبقى محلك بسعر السوق يسوى 25,000 لا فوقها ولا تحتها. وعلشان أنا يارك ها ورفيجك من زمان بتخصم لي 5,000 يعني بيطلع علي 20,000 صافي. ايش قلت؟ اخصم لك؟ انت من حالاتك وحالات جيرتك ايش تبي؟ ايش تبي؟ اشترها علي اللي عطيتك وقت وقعدت معاي. قلت لك يبا 50,000 دينار تقول لي 25 ولا وعلشان الجيرة ما الجيرة اخصم لي 5,000. كم؟ كم يا لقر؟ كم لحد؟ خلاص خلصنا يبا خلصنا خلصنا. لا يبا بطلنا لا تخصم لي 5,000 انا باخذه ب25,000. ايش قلت؟ 50,000 دينار ولا دينار ينقص. وهباش تساهل شوي. تبينا تساهل؟ اي ما فيها شيء. حاضر حاضر. ها سهلت؟ لا 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 بعد اكثر. في كبركة في كبركة. بعد اكثر؟ اي في كبركة. حاضر. انا اقول بهباش يعني يار وعزيز اخو اخو دنيا. حاضر. سنين مياورك ومجابلك المحل يم المحل. ابو دلال خير فارج. يا كم كم فيك كم روح حجي خوش اختار عندي ترى. بابي انا ما انا قايل لك وجهك كبسه. اقول بهباش والله صار لنا قرن. لا والله قرون قرون ما سوينا مثل هالعزيمه. يستاهل هباش وفديت عمرنا ضرعين يا انا. خليه وجه الخير اللي يستانس ويرفع راسه قدام ربعه. اقول بهباش بيتك يا هباش. انت الله يهداكم يا جسو. كم مره انا اقول لكم تعال
هباش انسان انسان كريم كريم وايد. هباش؟ ايه عشان ورا صاحبته. وبعدين ابوه مليونير مليونير كبير. بس هباش عين السيح ما يحب الفخفخه. ايه عشان اصلا اصلا ابوي لما امي تدش المطبخ بتسوي الغداء يقول لها عملي حساب الجيران هذول كلهم يتغدون ويانا. وبعدين نعلمك ها شفت القاعه اللي احنا قاعدين فيها هذه؟ ابوي ما يعرف يتغدى فيها ها الا يكون 20 ولا 30 نفر. وبعدين نعلمك هذا اللي احنا قاعدين فيها ترى القاعه الصغرى غير القاعه الكبرى اللي ببيتنا الجديد اللي قاعد ترمم. طلع هذين ايش فيكم تضحكون؟ اقص عليكم انا؟ لا يبا حشا اقص علينا وعليك بس يا هباش. زين هباش ممكن التليفون؟ شنو؟ التليفون؟ نسيت اقول لك صدق يا جسوم تليفوننا في خط واحد. زين ابوي لانه يراسل برا الفاكسات حق زيمبابوي وكمبوديا يجيب منهم بخور ما بخور. زين فقال بيشيل الخط هذا الواحد بيركب لنا بداله حق ست خطوط ولا 12 خط هني ببيتنا. حسن ولا صاحبك هاك خط تليفون تكلم منه. سلام. اقول يا جماعه اروح اجيب لكم العشاء احسن. يكون احسن. يلا على ذنكم ها؟ هباش عبالنا احنا ما نعرف عن ابوه بخله. الديغه كلها تعرف ان ابوه بخيل. يا معود هباش يكذب. صاحبي عرف 4 سنين ما غير البنطلون. ابي مره لو تشد يروح حق المقصف. معود هباش وايد يكذب. يلا معود عاد نبي صدقه. يمه يلا خلصوا بسرعه خلنا نتكلم عليه قبل ما يقوموني يطقني راح يطقني اهلي. يلا كل شيء جاهز. ايش فيك انت كلك كبدنا كذي؟ ضحك ربعك واحنا بعد شوي بنحط العشاء في الصاله. يلا روح يلا بسرعه خلصوا. اقول هباشو دير بالك دير بالك روح باب السكة عدل اخاف ابوك يجي يفضحنا عاد. هذا ابو هباش عاد قلع على ابو هباش بس ها وايد شفيج بس شفيج من عشان الخوف ابو هباش فوني حطي حطي نجمي وايد وايد يا حنحوز نجمي يا مرة نجمي ياكلونه بيزيد شو بتبدي كذي نجمي فين الخير وايد الخير وايد. يا الله يا الله يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. مخلي اهو مخلي بتطلع الحين ولا ببط راسك بكبر ما عندي اطلع اسمعني بس ما ابي اسمعك خلت فاهم ما ابي افهمك